انتقل مع حضراتكم لخبرين اخرين في نفس السياق، بنتكلم عن الجانب كمان الاقتصادي. رئيس السيسي قال امبارح خلال لقائه وفد رفيع المستوى من المستثمرين الكوريين الجنوبيين ان ما شهدته مصر لحد الان على الصعيد الاقتصادي والتنموي انعكس بشكل كبير على تحسن الصوره الذهنيه تجاه مصر، وان ده تحقق بدعم الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضروره تحمل اعباء خطوات الاصلاح الاقتصادي اللي كانت جريئه، وان مصر عازمه على استمرار قوه الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الاصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي لبناء الدوله، وايضا بلوغ غايه مصر في تغيير واقعها الى الافضل. عايز اقول لحضراتكم كمان ان احنا بنجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ده، والنهاردة المفروض أن البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي ل 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة. طيب احنا عشان نشرح الكلام ده بشكل عملي ونوضحه لحضراتكم ينضم لنا على الهاتف الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي. يا دكتور علي مساء الخير وتحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك دكتور علي. عايزين نشرح للمشاهد يعني ان تقرير البنك الدولي يقول ان المرصد الاقتصادي لمنطقه الشرق الاوسط شمال افريقيا رفع توقعاته لنمو مصر الاقتصادي خلال العام من 6% ل 5.5%. ده ماذا يعني على المستوى الاقتصادي؟ هو يمكن نوعه التقرير الخاص بالبنك الدولي هو بيأكد على توقعاته بالنسبه للنمو الاقتصادي في عديد من الدول، ويمكن ان هو بيعني بالتقرير المنطقه الخاصه بشمال افريقيا، ويمكن بالنسبه لمصر يمكن هو بيتوقع بالنسبه للاقتصاد المصري دايما كل سنه مدى توقعاته بالنسبه للنمو الاقتصادي. التوقعات دي غالبا ما بتكون معادلة للتوقعات الخاصة بالحكومة المصرية، ساعات بتكون التوقعات دي أقل، يعني دايما في نوع من أنواع الاختلافات نتيجة أن الخبراء في البنك الدولي بيبتدوا يدرسوا الوضع في الاقتصاد المصري. ولكن احنا ملاحظين بأن يمكن سنتين أو ثلاث سنين أن التوقعات دايما هي توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد المصري، دايما بيتوقع زيادة في معدلات النمو الاقتصادي. احنا يمكن شايفين يمكن هو توقعاته بالنسبه للعام الحالي ان هو كمان ممكن نصل ل 5.8%، يمكن الحكومه متوقعه في العام الحالي ان احنا نصل ل 5.9%. السنه اللي فاتت او العام المنتهي كان يمكن التوقعات 5.5، وبعد كده هو عدل منها وزودها ل 5.6%، وده اللي احنا كنا حققناه بالفعل العام المالي السابق. طيب دكتور يعني تقييم حضرتك كخبير اقتصادي لنسبة هذه الزيادة نقيمها ازاي في الاقتصاديات العالمية بشكل عام؟ يمكن الزيادة ديت او الزيادة الخاصة بمعدلات النمو الاقتصادي هو المعني بها الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي، يعني باختصار الزيادة في انتاج السلع والخدمات اللي احنا بننتجها في الاقتصاد. اكيد علشان يتحقق ده بيبقى في مجموعة من القطاعات الرئيسية اللي تقدر ان هي تحرك معدلات النمو، يعني احنا في مصر على سبيل المثال من القطاعات الاساسية اللي قدرت ان هي تساهم بشكل واضح في تحقيق هذه الزيادات كان قطاع السياحة والتجارة والعقارات او اللي هو ما يعرف عليه التشييد والبناء، وايضا القطاعات الخاصة بصناعات الاستخراجية اللي هي الغاز وغيرها من هذه الصناعات. دي قطاعات رئيسية قدرت ان هي تساهم بشكل واضح في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. مقارنة مصر بالاقتصاد العالمي احنا شايفين على المشهد العالمي تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وده ناتج عن الحرب التجارية اكيد ما بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، الحروب اللي بتشهدها المنطقة والتدخل العسكري وعدم الاستقرار السياسي، دي مشاكل احنا شايفينها اكيد في المنطقة وبتؤثر اكيد على الشأن الاقتصادي وعلى معدلات النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة وانتقال
رؤوس الاموال، دي كلها اكيد عوامل بتاثر على الاقتصاد، لكن احنا في ظل هذه التحديات قدرنا ان احنا نستمر في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي. وخلينا كمان ناكد على جزئيه ان البنك الدولي كمان بيتوقع للاقتصاد المصري ان هو يحقق معدلات نمو اقتصادي في العام القادم باذن الله تصل ل 6%، فده معناه ان هو بياكد على زياده معدلات النمو الاقتصادي بالنسبه للعام الحالي والعام المقبل باذن الله. تمام. الدكتور علي برضو يعني في نفس السياق خليني أسأل حضرتك عن الخبر الآخر اللي موجود معانا النهاردة، وإن مصر بتتقدم في تقرير التنافسية العالمية للمركز 93 من ضمن 141 دولة. بالضبط. يمكن المؤشر ده واحد من أهم المؤشرات اللي بيتابعها العالم كله، وبيقدر إزاي إن نشوف مصر الحمد لله قدرت ان هي يمكن تقدمت مركز واحد، لكن خليني اقول لحضرتك ان احنا يمكن في خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي يمكن احنا تخطينا اكثر من حوالي 26 مركز. ففي المجمل الثلاث سنوات الخاصه ببرنامج الاصلاح الاقتصادي لا حصل تقدم كبير جدا في هذا المؤشر. وبرضه عشان نوضح للساده المشاهدين، هو المؤشر ده بيتكون من عديد من المؤشرات الفرعيه الاخرى، يمكن بتصل ليه حوالي 60 مؤشر فرعي. زي ايه يا دكتور؟ من ضمنهم طبعا مؤشر البنيه التحتيه، واللي كلنا اكيد ملاحظين التحسن الكبير جدا اللي حصل على مستوى البنيه التحتيه في مصر والمشروعات القوميه الخاصه بالبنيه التحتيه، سواء بنتكلم على الطرق وبنتكلم على الكهرباء، بنتكلم على المياه، مشروعات الصرف الصحي وغيرها من هذه المشروعات. ويمكن على فكره احنا تحسنا يمكن في اكثر من ثلاث مراكز مقارنه من 2018 ل 2019. كمان من ضمن المؤشرات ديت المؤشر الخاص بالاستعداد التكنولوجي وتطور اسواق المال وكفاءه سوق العمل وكفاءه اسواق السلع والتعليم والصحه، دي كلها من المؤشرات المهمه جدا، ولما نيجي نبص عليها هنلاقي ان مصر ابتدت تتحرك في عديد من المبادرات والتطوير بالنسبه للملفات ديت. طيب افهم من كلام حضرتك ان وصول مصر للمركز ال 93 ده بيتم وفقا يعني لمجموعه من العوامل المختلفه هي اللي بتؤدي في النهايه لهذا التقييم. التحسن فيها بالظبط هو مجموعه من المؤشرات الفرعيه، لما بنتحسن فيها بناخد درجه اجماليه او المجموع الكلي اللي في النهايه يقول لي انا قدرت اتحسن كام مركز او انا ما اتحسنتش او انا قليت، ده على حسب طبعا اللي بيحصل من المجموع كل في المؤشرات الفرعيه دي كلها. دكتور علي عبد الرؤوف الادريسي الخبير الاقتصادي، بشكر حضرتك على هذه القراءه الاقتصاديه يا فندم. طيب صوت الناس مكمل مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل.